يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراته أمام إنبي الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2022-2023. وسيطر الفارس الأبيض على لقب الدوري الممتاز عن جدارة خلال آخر موسمين، وعاود الفارس الأبيض استعداداته لمواجهة إنبي بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا الثلاثاء الماضي. ويخوض البرتغالي المدير الفني فيريرا مباراته الثالثة أمام إنبي طامحا في تذوق الفرحة أمام الفريق البترولي للمرة الأولى، وسبق أن خاض البرتغالي مواجهتين ضد الفريق البترولي، الأولى كانت في الدور الثاني من الدوري الممتاز بالموسم الماضي، والثانية بالدور الأول للمسابقة في الموسم الجاري. ويتطلع فيريرا لرد الاعتبار في مواجهة الأحد بعدما تفوق الفريق البترولي في مواجهة الموسم الماضي، ثم سيطر التعادل على لقاء الدور الأول من الموسم الحالي. الزمالك يتطلع لمواصلة رحلته في الدفاع عن لقب الدوري والظفر بنقاط مباراته أمام إنبي ومواصلة الانتصارات داخل قلعة ميت عقبة.